فكرت ان انا اجمع بنات، اعمل اعلان يا جماعه انا هعمل دوره هجمع فيها كل البنات اللي بتعرف تلعب كوره في اسكندريه، اي حد عايز يلعب كوره يجي يشترك فيها. فعلا جمعت، اكتشفت ان في اكاديميات في اسكندريه، اكتشفت ان في اكاديميات كتيره كمان مش قليله. جمعت اول 8 اكاديميات وبدات بيهم سنه 2018، والموضوع عمل ضجه والموضوع بقى حلو جدا، والبنات كانت مبسوطه لان حسوا بالاحساس الماتشات الرسميه. جت على 2019 لقيت الموضوع بدا، في ناس بدات تعمل فرق في النوادي بتاعتها، يعني سموحه بدات اوريدي اخذت خطوه في 2019 عملت فرقه، سبورتنج لسه بيحاول يعمل فرقه، ساك اوريدي كان معمول، ريشيب دخل الدوري، ففكرت طب عايزين ناس تانية تدخل معانا، فدخلت معايا اكاديميات تانية فالعدد زاد اكتر، فدي حاجه كويسه. فقلت طب ليه معليش الموضوع اكتر السنه دي وابدا تاني اعملها اكتر، بس المره دي بقى عايزه ان الناس، انا عايزاها بهدف واحد ان يتعمل بقى سبوت على بتوع اسكندريه. فكره عيشي حلمك دي فكره اتعملت طبعا في اسكندريه، بتجمع كل الفرق وكل الاكاديميات، بنشجع كرة القدم النسائية. طبعا كان في فترة توقف، فترة الكوفيد 19 دي كان فترة صعبة شوية، فبنشجع الفكرة لما جتنا احتضناها، وطبعا احنا بنساند كل الفرق، والفكرة جديدة الكرة النسائية طبعا احنا بنساندها وبندعمها في مصر، دي حاجة طبعا جديدة. هي طبعا موجودة في العالم زي ما اتفرجنا على ماتشات كاس العالم، وكانت واخدة طبعا مجرى كبير جدا على مستوى الكورة ومستوى الرياضة العالمية. أنا دنيا محمد جدو. جدو بقى دي زمايلك في الملعب يقولوا لك جدو؟ لا، من أول ما بدأت الكورة خالص كان الكابتن كان لسه برضو دورات كده وأنا صغيرة يعني 10 دقايق، فالكابتن ما كانش بيحب ينزلني في أول دقيقة، فيقول لي لا انزلي في الآخر عشان تنزلي تخلصي، عشان انزل اخلص عشان ما اتحرقش، دي كانت فكرته. فمن ساعتها بقى مسك فيا جدو لاني كنت بنزل اجيب جوان على طول. في اسكندريه في لعيبه كتير جميله جدا وكويسه جدا بس مش واخده حقها، لان ما فيش نوادي، ما فيش متابعه، ما حدش يعني ما حدش مسلط الضوء عليهم، فمهما يتعبوا هم في الاخر كده زي ما هم. بصراحه هي كل حاجه، يعني هي من غيرها الحياه بصراحه وحشه جدا، يعني من غير الكوره اعتبر وقفت شويه، الكوره دي يعتبر حياتنا كلنا بالنسبه لنا كلنا بصراحه. قول كده انت جبتيه كده فكرت فيه ازاي الكوره جايه؟ والله انا خدتها باليمين وبعد انا ما بشوتش بالشمال، بس شفتها بالشمال في الزاويه، فالبنت كانت الناحيه الثانيه بعيده، في الناحيه دي، هي كانت الناحيه دي، فالحمد لله رب التوفيق من ربنا. الكره النسائيه في اسكندريه شكلها ايه يعني؟ الى حد ما بدات تحسن يعني شويه، ما كانتش موجوده بس يعني. بعد الكورونا قبل الكورونا كنتوا بتدربوا ازاي؟ يعني فتره التوقف دي كنتوا بتمرنوا ازاي؟ في البيت، كل حاجه في البيت، فتنس بقى، ما فيش كوره. بعد الكورونا، بعد ما رجعنا بقى، كان في تمرينات في الانديه؟ في تاهيل بقى وبدني وكل حاجه، وبعدين كوره. منتخب اسكندريه الفتره اللي جايه شايفاه ازاي؟ هيبقى موجود. من وانا صغيره وانا بصراحه بحب الكوره، يعني كنت بقعد اتفرج مع بابا على الماتشات على التلفزيون وكده، بس كبرت بحبها، فقررت يعني من كام سنه قلت خلاص انا هلعب كوره. فكره ان كل اسكندريه منتخب كوره نسائيه شايفاه ازاي؟ انا شايفه ان هم بداوا يهتموا بالرياضه النسائي اكتر، عشان قبل كده ما كانوش بيهتموا بيها، بس دلوقتي الحمد لله يعني بقى في شويه اتنشن كده. انا شايفه ان هي يعني احنا بدانا نتحسن وكده، وان احنا بدانا نعمل فرق وندخل دوري وكده، وان شاء الله يعني يكون لينا مستقبل.